بعد أن بلغت السمنة في الكويت مستويات مخيفة ما بين الأطفال والبالغين مسجلة أرقاما غير مسبوقة، تفاعلت الكويت مع اليوم العالمي للسمنة كونها في محور الخطر الحقيقي على صحة الأفراد، وبالتالي التسبب لأمراض مزمنة تؤدي للوفاة. التفاعل حضر مع رابطة السمنة الكويتية والتي وضعت البرامج لمكافحة ظاهرة البدنة. دولة الكويت تحتل المركز الأول على مستوى دول الخليج بمعدلات السمنة، وتحتل مراكز جدا متقدمة على مستوى العالم في الأرقام العالية للإصابات بالسمنة على مراحل الأطفال المراهقين وأيضا البالغين. تقريبا واحد من كل خمسة من الأطفال مصاب بزيادة وزن أو سمنة، وبالنسبة حق الكبار واحد من كل ثلاثة من الرجال وواحدة من كل ثنتين من النساء مصابين بمرض السمنة، وهذه طبعا تعتبر أرقام عالية. احنا نتكلم عن 33% من الرجال بالكويت و42% من النساء بالكويت مصابين بالسمنة، وأرقام زيادة الوزن تعتبر أعلى من كذي بعد. لم تعد السمنة مجرد متعلقة بشكل الخارجي ونتيجة عن كثرة تناول الطعام، بل أن منظمة الصحة العالمية والجمعيات الطبية والعلمية الدولية صنفوها كمرض مزمن ينتج بسبب عدة عوامل بيئية وجينية وتتطلب تحكما ذاتيا مدى الحياة من أجل الوقاية من السمنة. السمنة مرض مزمن، هذا مثل ما قلت لك معترف فيه عالميا. السمنة تؤدي إلى السكر، ارتفاع السكر في الدم، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، مضاعفاتها تصل إلى 230 مرض حول بالجسم. شلون نتصدى حق هالموضوع؟ هذا شيء بإيد الشخص نفسه بالبيت اللي هو الأسرة، المدرسة، مكان العمل، الدولة، وزارة الصحة، لازم تضافر الجهود من جميع الجهات للقضاء على هالموضوع. هذا وتلعب التوعية والتواصل دورا لحل هذه المشكلة الصحية من خلال وضع إجراءات تنظيمية وقانونية لتسويق الأطعمة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأملاح والسكريات، وتعزيز تناول الأطعمة الصحية إلى جانب تفعيل النشاط الرياضي البدني. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.